انجح في حياتك. مواصلين حديثنا على عالم الأعمال والمال، نحكيه على تمويل المشاريع ونحكيه كيفاش نجم تمول مشروعك، خاصة وأنه هذا السؤال ديما يعرضني وقت اللي نبدأ ونحكيه على المشاريع. الناس كل عندها أفكار، الناس كل عندها مشاريع في مخاخة، الناس كل تنجم تعمل برشا حاجات. أول حاجة يقول لك ما عنديش فلوس، ما لقيتش كيفاش ناخذ فلوس، ما لقيتش كيفاش نمول مشروعي. كيفاش تنجم تمول مشروعك، خاصة كي نحكيه على التمويل الصغير. شنحكيه مع واحدة من أكبر شركات التمويل الصغرى في تونس، كيفاش نجم تتحصل على قرض من عندها، وشنو المشاريع ولا الأفكار اللي تمولهم. نحكي على أدفانس للتمويل الصغير، ويحضر معايا سعاد فرماسي المدير التجاري لأدفانس. مرحبا بك سيدي. عايشك حمزة، أهلا وسهلا. مرحبا. هاني جاي للسؤال الأهم، الناس كل يسمعوا فينا يستناو فيه، كي راو أنت ديما يعرضك زاد، كيفاش نجم ناخذ قرض، كيف شنو اللي لازمني نعمل. اللي نعرفه كنا نقدمه فيه قبيله شويه عاطف فرماسي، انه الشروط نتاعكم اسهل بياسر من البنوك في التمويل، اما اتو نجي ونقدموها. قبل هذا نحب نتعرف عليكم اكثر، ادفانس للتمويل الصغير هي شنو؟ ادفانس هي مؤسسه تمويل صغير بدات في تونس عام 2015، النشاط نتاعها خذت ترخيصها عام 2015 وبدات تعطي في القروض. اول فرع عندنا كان في حي الانطلاقه، من تضامن اللي يعطي قروض ويمس معناتها المناطق لي زالونتور تاع حي الانطلاقه، حي تضامن، دوار هيشر، وادي الليل، حي ابن خلدون، معناتها المنطقه هذيك من تونس. دونك ادفانس ميزتها انها ماهيش اون انستيتيوسيون دو ميكرو فينانس هكا وحيده ووحدها، معناتها في بارتي دان جروب في لو جروب ادفانس. لو جروب ادفانس اللي عنده 10 سنين في العالم تقريبا، توا جروب ادفانس معناتها موجود وعنده مؤسسات تمويل صغير في 9 بلدان في العالم، في افريقيا وفي اسيا. سياج تاع الجروب هذايا في فرنسا. والجروب هذا الحاجه الباهيه كونت اون في بارتي معناتها دان جروب دان ريزو دو ميكرو فينانس، سكو فما كابيتاليزاسيون كبيره معناتها تاع تجربه عالميه. يعني اليوم قاعدين نستفادوا في شكل، نحن عمرنا من 2015 يوم 4 سنين، لكن قاعدين نتقدموا بالكدا، وهذا جراس لو سافوار فير معناتها المعرفه اللي قاعده تجينا من خلال التجارب. سبتوها في تجارب في اكثر من بلاد، في اكثر من ديجا قداش من فرع انتم عندكم في تونس؟ برك الله في تونس اليوم مازلنا داير، كي حلينا بنزرت الشهر اللي فات، حلينا فرع في بنزرت الشهر اللي فات. في تونس اليوم عندنا 15 اجونس. في 4 سنين عملتوا 15 اجونس؟ 15 اجونس. في 2019 عملنا 3 فروع الاخرانيين، حلينا صفاقس. داكور. صفاقس اللي صراحة معناتها بول ايكونوميك كبير ويفافوريز معناتها دو مانيير انورم معناتها لا كرياسيون دونتربريز وديفلوبمون دو لا ميكرو انتربريز اوتور دو الصناعات الكبرى ولي سيكتور معناتها الكبار اللي تعرفهم في صفاقس. سيدي بوزيد وكانت معناتها زاد ان سوكسي انورم فيما يخص القرض الفلاحي. معناتها توجهنا من داير في اول فرع اللي نبداو نبيعوا فيه، نعطيو فيه في القرض الفلاحي من اول نهار ملي حلينا الباب. ملي حليتو بديتو ملي حلينا الباب. نحن في العاده نبداو بقروض التجاريه اللي للناس اللي في وسط لي زون اوربان، معناتها ما نخرجوش للران، نبداو سيس روحنا. سيدي بوزيد فيو لا ناتور معناتها دو لا ريجيون، معناتها ما شاء الله معناتها سيدي بوزيد مطموره فلاحيه نتاع تونس معناتها. دونك سيدي بوزيد دينا من اول نهار 14 نعاون والمسيرين نتاعهم يخدموا متكونين في القرض الفلاحي اللي تم بعدين نجم نرجع عليه. مش نرجع على تفاصيله اكيد. دونك واليوم ما شاء الله معناتها اليوم نجم نقول لك اللي اون اي سوليسيون دو فينونسمون معناتها بور لاغريكولتور في سيدي بوزيد اللي نقاش فيها. الفرع الاخراني هو بنزرت اكيد عليه. اليوم باش نرجع لسؤالك حمزه، 15 فرع في تونس، 4 في تونس الكبرى، سوسه، نابل، قروان، زغوان، بيجا، حمام بلنف، جندوبه، مدنين، وقابس، وسيدي بوزيد، وصفاقس. داكور، هذوما ال 15. ال 16 وين باش يكون؟ ال 16 قفصه ان شاء الله. قفصه في عام 2020. ال 17 ان شاء الله مهديه. ان شاء الله. فكرنا بنظمه. مازالوا. فكرنا بنظمه خطتنا واضحه. الخطه واضحه. اكسلون وبالتوفيق. هذه ادفانس تونيزي للتمويل الصغير. به اعطيني توا عاطف
أي. اللي برشا يستناو فيه. ديجا انت هكا بديت تحكي، ديجا قلت لي عندكم قروض فلاحي، اعطينا نوعيه القروض اللي تعطيوها بالنسبه للناس اللي تسمع فينا. هل متخصص ادفانس مثلا يقول نعطي قروض كيما البي تي اس مثلا يعطي قروض لاصحاب الشهائد العليا للتكوين المهني كذا ما تيش الناس كل، انتوما لشكون تعطيو قروض؟ نحن ساعه للتوضيح معناتها للناس انه ننتميو ما يسمى بالتمويل الصغير، ميكرو فينانس. الميكرو فينانس سي دي سوليسيون دو فينانسمون اساسا القروض، يعني هذا الفارق ما بيننا وما بين البنوك. نحن الناس اللي يلقى صعوبه مع البنوك التجاريه الكلاسيك وباليات التمويل الكلاسيك، جينيرالمون لي انستيتيوشن دو ميكرو فينانس يوفروا بوسيبيتي سورتو لاصحاب المشاريع، لانه لا ميكرو فينانس تحب يكون عندها اثر وتحب تساهم في دعم الاقتصاد، في دعم التشغيل، في اليوم هنا نشوفه مع في دعم الاستثمار الخاص الى اخره. دونك بالنسبه لنا نحن نعطيه خاصه معناتها تو ادفانس، خاصه التركيز على الناس اللي عندها مشاريع صغيره ومتوسطه داكور، واللي عندها القدره على التشغيل. يعني نركزوا مثلا اليوم في ما نجموش يعني المتدخلين في المجال هذا كل واحد باش يركز على فئه. فوالا نحن قيمنا وقدرنا قلنا انه لكان ندعمه ب 20 مليون ولا ب 15 مليون، انسان اليوم كي نمولوه هو عنده اربع موظفين، اربع عمال معاه، موارد رزق. دونك لكان غدوه في وسط هالمده نتاع 18 شهر نتاع القرض يزيد يشغل واحد اخر ولا يزيد يشغل اثنين. دونك مركزين ديما مع القيمه اللي 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 القيمه الاقتصاديه نتاع المؤسسه اللي مولاها. ويعني سافدير انا مثلا عندي مشروع نطالب 20 مليون، اما مشروعي نخدم فيه كان روحي، والاخر عنده مشروع اما المشروع مقترح يخدم فيه ثلاثه معاه، هو عنده اولويه عليا على الاوراق واللي كونديسيون ديكسي ما فماش لهذا ولا لهذا. نحن نمولوا كل، لكن نميلوا اكثر. يعني اليوم تركيزنا التركيز نتاعنا هو مع الناس اللي تخدم معاها اكثر. ام في كل القطاعات، صناعي، فلاحي، صناعي، تجاري، فلاحي، خدمات، الحق معناتها نحن يلزم فما شروط، يلزم يكون عندي شهاده، ما عنديش شهاده، قاري مانيش قاري. اهم شرط هو اهم شرط هو فما مثل يقول انت عليك بالحركه وربي عليه بالبركه. نحن شو نقولوا انه اهم شرط في التمويل نتاعنا انه ساعه الانسان يكون صاحب مشروع، يكون بعث هو زجاج تحرك وتجاوز العتبه الاولى والا التحدي الاولاني تاع انه يبعث مشروع. يعني مش عندي فكره. لا مش عندي فكرة. لا هو بشكل عام لي انستيتيوشن ميكرو فينانس ما عدا بعض الاستثناءات. يعني اليوم اندا مثلا عندها مخبر كامل ولا معناتها خليه كامله عندها اللي تخدم على الافكار وكيفاش تعاون الناس باش تبعث مشاريع. بون فما جو بونس زاد بعض مؤسسات اخرى. نحن الحق المرحله هذه ماناش مختصين فيها. داكور. يعني نحن نحبوا الناس تكون عندها على الاقل 6 شهور. ديجا انت فوالا حسيت شهور في المشروع، 6 شهور ملي انطلق مشروعك، 6 شهور ملي انطلق تتبين انه مشروع فعلي وقايم الذات وما بقاش فكره في المخ وتنجم تمول به. ما فماش شرط نتاع تكون قاري ماكش قاري بشهادتك مش بشهادتك. لا الشرط هو انك تكون ساعه بعد المشروع، انك مشروع 6 شهور. الشرط انك تكون صاحب مشروع عندك مؤهلات، يعني عندك تفهم فيه، نثقوا في انه عندك القدره في انك تسير مشروعك. وثاني شرط انه يكون زاد تكون سمعتك طيبه ويكون نشاطك قانوني ويكون معناتها متهيكل شويه معناتها على الاقل الى اخره. دونك هذو من الشروط الاساسيه. اعطيني مالا توا سعاد فرميسي المدير التجاري الادفانس، اعطينا الاوراق وما ادراك ما الاوراق. باش نجي ناخذ قرض من عندكم شنو لازمني؟ هو اول باب الساعه، اول خطوه يعملها الانسان انه يمشي ساعه قبل الاوراق قبل كل شيء. يمشي لانه نحن في فروعنا الهيكله نتاع فروعنا انه ديما عندنا ان فرونت اوفيس، عندنا استقبال عاده ثلاثه اربعه زميلات معناتها فاهمين بالقدا، يلعبوا دور بيع وفونت معناتها كامل، يستقبلوا الانسان ويوجهوه، يعطيوه هما ديجا يستقبلوه اون فونكسيون دو مشروعه، سكنته الى اخره، يطلبوا منه شنو الوثائق اللي يجيبهم. داكور. بصفه عامه معناتها خاطر الوثائق تختلف بارفوا ليجيرمون اون فونكسيون دو اسكو فلاحه ولا مش فلاحه. اسكو فوالا معناتها اسكو انت عندك كهرباء ما عندكش كهرباء، عندك قرض ما عندكش، معناتها لكن لو سوندور اللي لازم الناس كل وجينيرالمون
فما اوراق المشروع اللي تثبت معناتها ليكزيستونس جوديك تاع المشروع بطاقه التعريف تاع الشخص والضمان اذا كان لا فورمول اللي الشخص يراها تاع ضمان لانه نحن الضمانات عندنا نوعين اللي هما الضمان الاولاني هو التزام نتاع شهر انسان شهر يجي معاك نحن ما مولوش لي سالاري لكن لكن نعتبروهم كضامنين قادرين يضمنوا في في, في, في انسان عنده مشروع به دونك نقيموا بعدين حسب المدخول نتاع الشخص كذا هو التزام راهو نحن ما عندناش لا ماناش لا باش نعملوا دوميسيلياسيون نتاع الضامن لا حتى شيء هو التزام من الضامن انه في صوره ما الحريف ما يتخلف يتخلف على السداد هو يدخل به ثاني ضمان هو الامتياز على البطاقة الرمادية معناتها لي بريفيليج على الكارت غريز يلتزم مرة أخرى صاحب السيارة صاحب مشروع إذا كان صاحب سيارة ولا إذا كان في الانتوراج القريب نتاعو شكون عنده سيارة يجي يتعهد بأنه ولا ما يعبر عنه بالبريفيليج سو لا كارت غريز ولا الكاج دو فيكول معناتها ما عندكمش دوميسيلياسيون وترسيم وثلاثة شوحود نتاع البنك هذيك هذاك هذاك في صورة ما يكون بيان سور هذا إذا كان الضامن هو سالاري شهر دونك بيان سور باش نطلبوا الترسيم نتاعو باش نطلبوا أنه ما يثبت الضامن ما يثبت أنه الضامن ما يثبت أنه الضامن هو وقف. قادر على أنه يضمن يضمن فوالا جوستومون جوستومون لكن معناتها عادة ماهيش حاجات معقدة وصعيبة وحاجات ونحن بحكم أنه أعواننا يأمنوا المرافقة معناتها هو بيدو العون يخرج يتنقل اللي يشوف حتى كان ساك ورقه ولا حاجه نقدمه معاهم بعد فيها. يكمل يجيبها معناتها فوالا بيان سور زاد مع هذا ديما نطلبوا جينيرالمون ورقه ضوء ورقه ماء باش تاكدوا من سكنه الحريف بيان سور نفهم انه اسهل بياسر لي بروسيدور اسهل الاوراق اسهل بياسر الكونستيتيسيون دو دوسي هل عندكم التزام عاطف في الجواب يعني في قد ايه تجاوبوه الكليون هو نحن عاده ما نفوتوش معناتها باش نجاوبوا الحريف ما نفوتوش 15 يوم 15 يوم يعرف روحه والإجابة والإجابة مقنة زادة نرسلهم أو بيان باغ ان اس ام اس أو بيان هو كي يتصل بنا ولا يتصلوا به بالتليفون يعلموه ولا هو كي يجي يسأل يلقى ديجا ورقة نتاع ديسيزيون نتاع القرض إذا كان موافقة ولا إذا كان بالرف وعنده الحق أنه يطالب شنو هو الموتيف إذا كان تم الرفض المطلب ما قولوا له أنهي الأسباب اللي خلتكم وهذه مسألة مقنة معناتها ماناش نحن راهو ماناش عاملين فيها مزية ولا استثناء هذه مسألة مقنة من لاسيم لوتوريتي دو كونترول للكونفينونس معناتها وزارة المالية معناتها تري بيان أي سيدي من قداش لقداش تعطيو قروض والله قروضنا من مليون حتى كشي ل 40 مليون 40 مليون 40 مليون قروض صغرى تعتبر مازالت تعتبر قروض صغرى تعتبر قروض صغرى مقارنة هو باش صغرى ولا باش نجبو قيمة مقارنة بالمعادلات تاع قروض بنكية للمشاريع مرة أخرى أي للمشاريع لأنه زاد 40 مليون بالنسبة للسالاري ما يتسماش زاد كارت صغير أي جوستومون المشروع في منطق وفي فلسفة المشاريع جوبونس 40 مليون بون تسمى قرض معتبر باهي معتبر طبعا صحيح بلا. واضح هذا كله في ادفانس دونك للتمويل الصغير عاطف رماسي المدير التجاري الادفانس اذا كان يحبوا يتواصلوا معاكم كما قلنا عندكم ال 15 فرع اللي موجودين في مختلف الولايات وانا عجبتني الفكره الاولى اللي قلت انت راهو ديجا احنا عندنا جماعه اللي هما مكلفين بالاستقبال تمشي يعطيوك ينوروك يقولوا لك شنو لازمك شنو مش لازمك شنو ناقصك شنو مش ناقصك باش تجي باش تتعامل مع ادفانس ونخموا معاه زاده حتى لكن اون فورمول دو غارونتي مثلا ما مشتش معاه ولا قرض منتج معين ما مشتش معاه نخموا معاه معناتها نفكروا معاه نقترحوا عليه حاجات افكار دي زيدي باش معناتها في الاخر اذا كان المشروع موجود والشخص ممتاز اون تروفي سوليسيون دز معاه باش يلقى حل باش ياخذ القرض الفورماليتي نتاع ورقه نتاع واضح شكرا لك عاطف فرماسي المدير التجاري الادفانس للتمويل الصغير يعطيك الصحه سيدي بارك الله فيك على كل ما افدتنا به وهذه واحده من الطرق نتاع تمويل مشاريعكم اذا انتم زادت فركسوا على تمويل انجح في حياتك